يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزنات للتنميه والتضامن بعين حروده. حنا اليوم جينا باش نحتفلوا باليوم العالمي لنظافه البيئه، وهذه السنه اختارينا، السنه الماضيه كان المركز الصحي بعين حروده، هذه السنه اختارينا مدرسه عين حروده جوج اللي كتوفر على اكثر من 650 تلميذ وتلميذه. هذا اليوم كنقوموا بواحد العمل وهو نظافه حديقه مدرسه عين حروده جوج، وتنظيم ورش بيئي كيشمل نظافه المرافق الصحيه وجميع الاقسام الموجوده او جميع الاقسام الموجوده بهذه المدرسه، اضافه الى تهيئه ساحه هذه المدرسه. غنقوموا بغرس مجموعه من الاشجار اضافه الى قلع الاشواك الضاره، والهدف كذلك هو توعيه التلاميذ وخاصه هذه الناشئه الاطفال باش يكون عندهم واحد الحس بالحفاظ على نظافه بيئه مدرستهم. وخذينا هذا الشعار هذه السنه وهو جميعا من اجل الحفاظ على مدارس مدرستنا الجميله. كذلك الهدف كذلك هو توعيه الامهات والاباء اولياء التلاميذ باش يوعيوا التلاميذ ديالهم باش يحافظوا على المدرسه. وهذه العمليه كتقوم بشراكه مع جامعه عين حروده، السلطات المحليه، نيابه التربيه، وزاره التربيه الوطنيه بالمحمديه، اضافه الى اطر المدرسه عين حروده جوج، كذلك بشراكه مع بعض المقاولات المواطنه اللي توما جاو تعاونوا معنا في هذه تهيئه هذه الحديقه. وكنتمنى ان شاء الله كنوجهوا رساله، لان هذا اليوم العالمي لنظافه البيئه اللي الاغلبيه كنهملوا، لان خصنا نحاولوا نحتفلوا به وننظفوا ماشي غير المدرسه، كاين المراكز الصحيه، كاينه الساحه ديال يعني الفضاءات العامه. كنتمنى ان شاء الله ماشي اليوم كاليوم، يوميا خصنا نجيو لهذ المدارس ديالنا ونحافظوا عليها، لان النظافه من الايمان. كما بالاضافه الى هذا العمل او هذا التنظيم ديال الورش البيئي، غنقوموا بتكريم بعض الاطر اللي كتساهم حتى هي في البيئه واللي تتقاعد اللي حصلت على التقاعد ديالها. هناك استاذه واستاذ، اضافه الى الحارس اللي هذا تجاوز 80 سنه اللي تا هو غنكرموه، واللي كيعاني ظروف صحيه، وغنقدموا لهم بعض يعني بعض واخا واحد الجوائز بسيطه اللي واخا هي قليله في حقهم، وهو باش نشرفوهم لانهم يستحقوا هذا التكريم ان شاء الله.